انا عندي ثقة في بعض العناصر الوطنية في 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 القطاع المصرفي. نعم، لا زالت الكويت فيها خير، وعندي ثقة في القضاء، لكن سنظل نراقب، والشعب الكويتي سيظل نراقب، لان ما ممكن طفح الكيل بس لاعت جبودنا. كنا ننتظر هذه المناسبة بان تحال بعض الأرصدة الى القضاء حتى نقدر نحكي اكو شيء بيدنا. السابق تسمع لكن ما تستطيع، حتى تقديم بلاغ للنائب العام تعرف بانه يعني هو ميت قبل ولادته اصلا، لان لا ما لا تمتلك ادلة. الان لا، هناك ادلة، وارجو ان ننتبه لقضية تكييف هذا البلاغ. نعم، قد يكون وراء هذه القضية غسيل اموال، نعم، لكني اشك في ذلك. اعلم بان هذه الاموال دفعت ثمنا لموقف سياسي، ويا ريت ذاك اليوم نحكي، يا ريت هذا الثمن السياسي لمصلحة الكويت، كل القضايا اللي تتطلب من بعض النواب ان يصوتوا باتجاه المصلحة العامة وحماية للمال العام والاجيال القادمة، يقولهم لا، كيفك انت وراء قواعد انتخابية، كيفك بس لي صارت على كرسي، لا انا بفزعتك وحاضرين نحل ريجك. نعم، هناك اموال سياسية تدفع، ومن كل جانب، من كل جانب، هنا بعض المتنفذين في السلطة ومن أبناء الأسرة استولوا على أملاك الدولة، ولا زالوا يحلبون المال العام حلب. ايش سوينا تجاههم كمجلس؟ ماذا فعلت السلطة السياسية من أعلى الهرم إلى أدنى؟ إذن إحنا ما نريد حقيقة ننتظر لتصبح الرشوة والمال القذر حقيقة يعني يقبل المواطن الكويتي البسيط بحجة أنه أصبح ثقافة في المجتمع. أنا أدعو كل القوى السياسية بدون استثناء أن تستمر بهذا النهج،